وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء. نعم، يقول إن أسلم الكافر، كافر أسلم في نهار رمضان، يحصل هذا؟ يحصل. واحد كافر في الصباح في رمضان أقنع فنطق بالشهادتين، طيب. كذلك طهرت الحائض، أيضا الحائض طهرت في نهار رمضان. برئ المريض أيضا في نهار رمضان. قدم المسافر إلى أهله في نهار رمضان. بلغ الصغير في نهار رمضان. عقل المجنون في نهار رمضان. كل هذا وارد. يقول إذا كان كذلك لزمهم الإمساك، لزمهم الإمساك. قالوا ماذا؟ قال والقضاء، لزمهم الإمساك والقضاء. أما القضاء، أما الإمساك فهذه مسألة خلافية، وهما روايتان في مذهب أحمد، والمشهورة الرواية المشهورة أنهم يمسكون احتراما للشهر، احترام الشهر، فإنهم يمسكون. كافر دخل الإسلام نقول نحن الآن كلنا صائمون، لا تأكل لا تشرب لا تجامع أهلك لا كذا، حتى يعني يحسب لي يوم، لا ما يحسب لك يوم، لكن احترم الشهر. كذلك الحائض والنفساء، وكذلك المريض إذا شوفي، وكذلك الصغير إذا بلغ، وكذلك المجنون إذا أفاق، كل هؤلاء نقول لهم احتراما للشهر أمسكوا عن المفطرات. إذن يمسكون من باب احترام الشهر. القول الثاني وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يشترط أو لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك. لماذا؟ قال لأنهم أصلا غير صائمين، وهم ممن أبيح لهم الفطر، فكيف نلزمهم بالإمساك؟ ما نلزمهم بالإمساك، هم أصلا يعني سيقضون هذا اليوم، فلماذا نلزمهم بالإمساك؟ فيرى أنه لا يلزمون بالإمساك، وهذا ما مال إليه شيخنا رحمه الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنهم إن أمسكوا خرجوا من الخلاف، وهذا الأفضل أن يمسكوا عن المفطرات. والصحيح أن القضاء في هذه الأحوال يلزم الحائض والنفساء والمريض والمسافر، الحائض والنفساء يلزمهم القضاء، والمريض والمسافر إذا أفطر، لأن قد لا يفطر المريض والمسافر، لكن إن أفطر زين فهؤلاء الأربعة يلزمهم القضاء. نحن انتهينا من الإمساك، نقول الإمساك الأفضل أن يمسك جميعهم، لكن الآن بالنسبة للقضاء المسافر المريض الحائض النفساء يلزمهم القضاء قولا واحدا. وهناك قول آخر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن القضاء لا يلزم الكافر ولا يلزم الصغير ولا يلزم المجنون، لأنه في حال دخول هذا اليوم لم يكونوا مكلفين، الكافر لم يكن مكلفا بالصيام، الصغير لم يكن مكلفا، المجنون لم يكن مكلفا في هذا اليوم، فلا يكون مكلفا في أول يوم ثم يكون مكلفا في آخره. فإذا كان غير مكلف في أول يوم فهو غير مكلف في آخر اليوم. فالصحيح أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، والصغير إذا بلغ لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، والمجنون إذا أفاق لا يؤمر بقضاء هذا اليوم. من الذي يؤمر بالقضاء؟ الحائض، النفساء، المسافر، المريض إذا أفطر، هؤلاء هم الذين يؤمرون بالقضاء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا هناك قول في مذهب أحمد أن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، قلنا ماذا عليهما خالد؟ إطعام. طيب هل يجوز أن يقضي عنهما غيرهما؟ يعني ابن المريض مثلا قال أنا أقضي عن أبوي بدون إطعام، يريد أن يقضي عن أبيه، يرى أن هذا من البر سواء كان مريضا أو كبيرا، هل يجوز قضاء غيرهم عنهم؟ اختيار ابن تيمية نعم، يقضي عنهم أبناؤهم أو أحفادهم أو كذا أو أزواجهم اللي يكون، يعني هم يجوز القضاء عنهما ولا يلزم الإطعام. والمشهور المذهب أنه يطعم المريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير الذي يعني بلغ من الكبر عتية. نعم.